ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع بتسأل فيه بقالي كتير جدا، بس هتكلم فيه وهتكلم على اكتر الابراج الخائنة في الرجال، اكتر الابراج اللي ممكن تخون. بس خلوني قبل ما اتكلم على الموضوع ده اوضح نقطة صغيرة جدا. الرجالة في الابراج اللي انا هتكلم عنهم دول نوعا ما من البسباص. يعني ايه؟ يعني هو معجب بواحدة، هوب عجبته واحدة تانية، عجبته واحدة تالتة، في عنده إعجاب، لكن مش قصة الخيانة القوية. يعني صعب إن يبقى في حد إحنا ممكن نتهمه بإن هو ممكن يخون خيانة قوية، لكن الأبراج اللي هتكلم عنها دي بتعجب جدا جدا بالجنس الآخر بطريقة رهيبة، لكن لما بيحبوا بيبقى ناس كده إيه، يعني حلوين قوي وناس تعمين وناس لذوذين جدا. أما الخيانة اللي هي الحاجات دي بقى والكلام ده بتبقى مبنية على التنشئة الاجتماعية. يعني أنا ممكن الأبراج اللي أنا بتكلم عليها دي ممكن يطلع منهم برج أساسا أنا ما قلتهوش، يبقى هو اللي بيخون وراح يتجوز عليكي وعمل مش عارفة إيه وعمل إيه والكلام ده، وطرق بقى غير شرعية والكلام زي كده، لان الكلام ده كله بيبقى منطبق على التنشئة الاجتماعية. شخص اتربى ازاي، البيئة بتاعته عاملة ازاي، الحاجات دي بتكون عامل مؤثر قوي جدا 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 بنسبة 40% من شخصية الانسان او البني ادم ده. اما الابراج اللي بتكلم عنها هي عندها اللي هو ينطلق عليها منطلق او اسم الخيانة، ولكن هو نوعا ما من البصباص، الاعجاب باكثر من امرأة، بتلفته قوي قوي الجنس الاخر، الحاجات اللي زي كده. أول برج وباكتساح برج العقرب. برج العقرب دايما عنده انجذاب للجنس الآخر جدا، هو شخص من النوع اللي بيحب قوي الشخصية اللي تكون ليها بعض الصفات الغامضة الجميلة، اللي هي جسمها يكون حلو، جسمها ملفت بالنسبة له شكلا وجسما واسلوب وطريقة، امرأة تكون ملفتة بالنسبة له، فدايما تلاقيه ان هو اتجه انه يبص لها. بيعاكس جدا، يحب ان هو يعاكس ويغازل المرأة قوي، على سبيل بقى الصداقة، على سبيل ايا كان، بيحب يغازل جدا. وطبعا اي امرأة بتسمع الموضوع ده احذري جدا وخلي بالك قوي قوي من التعامل مع الابراج اللي بتكلم عليها النهاردة، لان الابراج دي ممكن تكون هي بتغزلك فقط، معجبة فيكي اعجاب عادي جدا، بس هما الطريقة شوية بيبقى مكبرينها، فانت ممكن تحسي احساس مختلف، تحسي ان هما في علاقة، في حب بقى، في حاجات من النوعية دي، فتبدأي انك تنجذبي ليه الشخصية دي، وتبدأ ان انتي ممكن تتوقعي ان في علاقة عاطفية، لا في حب، في حاجة من الحاجات اللي هي زي كده، وممكن يبقى عندنا نوعا ما من ان احنا نوهم نفسنا. فخلي بالك جدا جدا اي امرأة بتسمعني بتكلم في الموضوع ده دلوقتي. كمان عايزة اتكلم ان برج العقرب دايما بيتلفت للمرأة اللي تتكلم معاه، يعني برضو المرأة اللي بتتكلم معاه وتفتح مجالات معاه في الكلام، برضو دي نوعا ما من المرأة اللي بتشده، يعني فهي بتبقى جابت الكلام لنفسها والغزل والحاجات دي لنفسها. لكن برج العقرب يوم ما بيرتبط بشخصية بيرتبط بشخصية هو داخ وراها ولف كتير وراها. عامة خلوني اتكلم على البرج رقم 2 وهو برج القوس. برج القوس رهيب، برج القوس في الرجل دايما يغازل، مع انه في منهم كتير بيتكسفوا على فكرة، ومنهم كتير جرأة جدا، يبقى تلاقيهم بيتكلموا معاك بطريقة الغزل، بطريقة ايه ده، ايه الحلاوة دي النهاردة، لا لا ده احنا النهاردة حاجة كبيرة، ايه ده وحاجات من، وممكن يتكلموا ويكونوا جرأة في طريقة الغزل كمان، يعني ممكن يبقوا معاكم اكثر جراءة في طريقة الغزل. وبرج القوس ما بيهموش الشخصية دي مرتبطة مش مرتبطة ايا كان، يعني فهو بيبدأ ان هو يغازل، ولكن برضو المرأة اللي قدامه بتفتح معاه مجال للكلام او ما بتفتحش، بيبقى وممكن تصديه من اول مرة، فهو يبقى خلاص خد جنبه وعرف ان انت مش هتيجي بالطريقة دي، فيبدأ ان هو يكون معاكي متعامل بشكل
رسمي جدا. لكن برج القوس من النوع اللي هو بيحب جدا ان هو يتعامل بطريقة الغزل، الغزل الضحك اللي هي الطريقة دي، يعني دايما بيحب الطريقة اللي يكون فيها مرح كده، فيها اعجاب، ولازم او بيحب جدا يحس ان في كتير معجبين بيه، هو معجب بكتير، ده احساس بيحب ان هو يوصل له جدا. وبرضه على حسب المرأة اللي هتساعده على كده. كمان برج الاسد، برج الاسد من النوع اللي ما بيحبش يكسف حد، يعني في واحدة بتكلمه حلو لما نكسفهاش لازم نفتح لها قلبنا او نفتح لها دراعاتنا يلا. فبرج الاسد من النوع اللي هو ما بيحرجش حد، امرأة بالذات، دايما بيحب ان هو يتكلم، بيحب ان هو يعاكس يغازل دايما كده، يبقى مبصبصاتش عليكي شوية، يحب يبص يعني عليكي، بيلفتوا برضو بعض التفاصيل، بعض شكلك، بعض طريقتك، بعض اسلوبك، الحاجات اللي زي كده. وبرضو انا بتكلم في ان شخص بيحب انه يكون معجب او المعجبين كتير حواليه، يعني هو يعجب يا كتير من المعجبين حواليه يا الجنس الاخر كتير حواليه، لكن ما بتكلمش في الخيانة اللي هي الصعبة الغير شرعية والحاجات اللي زي كده، لان دي قلت ان هي، لان هقولها تاني، ان هي بتكون منطبقة او بتيجي على التنشئة الاجتماعية. ما فيش برج هيقولك ده بيخون فيبدأ ان هو يعمل كذا ويعمل كذا، لا، ده احنا كده بنبقى بنفتري على ابراج، لان انت ممكن تلاقي برج يكون غلبان جدا وهادي جدا ومش بتاع الكلام ده، وهو يطلع منه الخيانة كلها، يعني على فكرة ده بطبيعة الاشخاص عامة. خلوني اتكلمنا على برج الاسد، ان هو من النوع برضو نفس الكلام، يعني بيحب الناس كتير برضو حواليه، يعني رجل بيحب الاضواء، فبيحب برضو الجنس الاخر يكون حواليه كتير. البرج اللي بعد كده برج الحمل، برج الحمل من النوع برضو اللي تلاقيه، وبرج الحمل في الرجل صعب ان هو تلاقيه يرتبط بامرأة بشكل سريع برضو، بسبب ان هو بيحب البنات حواليه، بيحب الجنس الاخر كتير حواليه، فتلاقيهم برضو من النوع اللي تلاقيهم يحبوا يكون ليهم معجبين كتير، هو يكون معجب بكتير، يكون ليه بيتكلم مع شخصيات بنات كتير او مرأة عدد كتير، يعني المهم ان لازم يكون في معجبين ومعجبات بقى، يعني يكون في ليه معجبات والحاجات اللي من النوعية دي. كل الابراج اللي بتكلم عنها هتلاقيهم نفس الطريقة، نفس التعامل. فبرج الحمل من النوعية دي جدا على فكرة، ده الابراج النارية، يعني معظم الابراج النارية تلاقوهم ماشيين بالمنطلق ده منكم او منهم برضه. يعني احنا اتكلمنا على القوس والاسد والحمل، الثلاث ابراج النارية من النوع اللي بيحبوا جدا جدا الجنس الاخر، ويحبوا يبصوا ويعاكسوا والحاجات اللي من النوعية دي. وبرضه برج الحمل برضه تلاقيه ان هو بيعاكس كده، تلاقيه بيرمي كلام كده ممكن يعاكس والحاجات اللي زي دي. البرج اللي بعد كده رجل الميزان، رجل الميزان من النوع بقى اللي رهيب رهيب، يحب جدا ان هو يكون ملفت، ويحب ان هو لو ما حسش ان في ان شخصية بنت اهي ما التفتتش ليه يبدأ ان هو يلفتها غصب عنها، يبدأ ان هو يحب جدا لمة البنات او الجنس الاخر حواليه، يحب جدا ان يكون يختار الشياكة، يعني لو انت واحدة انيقة ومهتمة بنفسك جدا مش هيسيبك، هيفضل وراكي، عكسك جدا عايز يرتبط بيكي قوي، عايز يتكلم معاكي كتير. رجل الميزان ده بقى هو المفروض يتحط رجل الميزان في القائمة شوية، احنا بنتكلم على فكرة مش بالمركز الاول او المركز التاني، احنا بنتكلم كله زي بعض، ولكن لو هنتكلم على مراكز فبعد العقرب هيكون برج رجل الميزان على طول. رجل الميزان عنده الموضوع ده بشكل كبير جدا، عنده لازم يعني هو مثلا مرتبط بواحدة، لا لازم يكون في حد تاني استبن كده، يعني زي استبن العجلة بتاعت العربية، هنلاقي ان هو يبقى في واحدة معلقها كده، لا معجب بواحدة او هو في باله في وقت كده، هو من النوع ده، لدرجة ان رجل الميزان برضو في الحب او الارتباط بيبقى صعب ان هو يرتبط بشخصية بشكل رسمي الا لما يبقى عن حب. مجموعة الابراج اللي بنتكلم عنها على فكرة برضو من النوع اللي صعب ترتبط بارتباط رسمي الا عن حب، وقتها لو حبوا وقتها اقول لكم كل ده على جنب، واللي احنا بنتكلم عليه على جنب، المرأة دي هي كانت كفيلة ان هي تجذبهم بشكل قوي جدا، وتكون امرأة بمئة امرأة تانية، وقادرة جدا على ان هي تبقى ملفتة وتكون كل اللي هم بيتمنوه موجودة فيها، فهي كده وقتها اقول لكم لا بيبقى صعب ان هو يخون.
طيب خلونا نتكلم على آخر برج في موضوع الخيانة، وده بقى اللي كتير مش هيتوقعه، برج السرطان. برج السرطان بيتوتي جدا، بيحب البيت قوي، بيحب ان هو يكون في أسرة، في لمة، في حب ورومانسية والكلام ده. لكن برج السرطان امتى ان هو يخون او يبص لامرأة تانية؟ لما هو يكون اكتفاؤه مش موجود، اللي هو الحب الرومانسية، الحاجات المتطلبة موجودة عنده، مش حاسسها، مش مكتفي، مش حاسس ان هو في اهتمام من ناحيته. رجل السرطان على قد ما هو بيتوتي جدا وبيحب البيت والأسرة ومراته وحبيبته والكلام ده، لكن لازم مراته تكون مخلياه مكتفي بيها، مكتفي بيها، يكون معاكي رجل ولا كل الرجال يا ستي، لكن مش مهتمة بيه. اذا ممكن يبص بره بشكل كبير جدا جدا، بالذات بالذات البرج اللي هو بيكون عاطفي ده، يعني اللي ليه احتياجات رومانسية زيه زي العقرب برضو، اللي هما ليهم العاطفة القوية جدا، اللي ما عندوش فكرة ان انا ممكن اصحابي يخلوني انسى اصحابي، ممكن اهيص واعمل كل حاجه لا، ما عندوش الكلام ده. يعني مثلا برج الحوت، برج الحوت عاطفي جدا، فممكن اقول لكم ان هو زي السرطان والعقرب، ولكن في فرق، ان الحوت من النوع اللي بيعرف يتعامل مع الاصدقاء، واصلا على قد ما هو عاطفي على قد ما هو بيكون مع الاصدقاء اكتر، يقولك انا هقعد مع صحابي على القهوه شويه، انا مع صحابي مش عارفه ايه شويه، ده موجود جدا جدا عنده. ورجل السرطان عنده ده، ولكن الحوت اكتر، فبالتالي الموضوع اكتر عند السرطان، ان هو لو ما لقاكي مش مهتمية بيه، مش مهتمية بنفسك انتي، الحاجات اللي زي كده تخليه ان هو يبص بره. فدي الحاجات او ده الابراج اللي ممكن تبص بره، اللي شويه بسبساطيه، اللي حاجات كده عند الجنس الاخر ممكن تلفتهم، سواء الشكل، الاسلوب، الجسم، الحاجات اللي زي من النوعيه دي عامه. وارجع اقول لكم في الاخر برضو، ده بينطبق الخيانه الغير شرعيه او الحاجات المقلقه والصعبه قوي دي بتكون جايه من التنشئه الاجتماعيه. عامه بشكركم جدا، وبتمنى ان انا اكون فدتكم، للناس اللي كلها اللي كانت عماله تسال على الموضوع ده كانه موضوع غريب مش عارفه. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على القناه دي. سلام.